القدس الاله الواحد امين. انتوا جايين محطه ايه؟ محطه ايه؟ محطه دي. احنا النهارده هنتكلم على عيد الاعياد، عيد ميلاد الكنيسه. يبقى هو عيد ايه؟ عيد حلول الروح القدس. طبعا من كل القصه دي لازم هنفهم يعني. احنا دلوقتي اول ما الارض كانت موجوده كانت ايه؟ ارض خاربه خاليه وروح الرب ايه؟ يرفع على وجه المياه. يعني كان في شخص بس هو الكائن منذ الابد والى الازل، اللي هو مين؟ اللي هو ربنا. تمام؟ احنا ربنا طبعا مثلث الاقانيم، والروح القدس ده اقنوم من ضمن ثلاث اقانيم. اول حاجه يبقى ايه؟ كان في ادم. ادم لما اتخلق ايه؟ ربنا تفل خلق ونفخ في ايه؟ نسمت الحياه. بعد كده هنيجي في العهد القديم، ظهر حاجات كتير زي العلقه، زي مسح ملوك، زي حاجات كتير قوي. فاحنا نتكلم عن حاجه اسمها رموز وظواهر الروح القدس بيظهر على اشكال مختلفه. فاحنا نبتدي من ورا لقدام ونربطهم ببعض. اول رمز الروح القدس هو احنا دلوقتي نوح بعد ما بعت الغراب بعت حمامه، والحمامه دي كان فيها غصن زيتون، هو رمز للحياه الجديده اللي بعد الطوفان وزوال كل حاجه. دي حمامه. لما المسيح اتعمد ايه؟ ظهر الروح القدس على شكل ايه؟ على شكل حمام. فهنقرا اول حاجه في متى قال ايه؟ راى روح الله نازلا مثل حمامه، مثل حمام، على شكل حمامه. في مرقس رايت السماوات قد انشقت وروح مثل حمامه نازلا عليه. لوقا نزل عليه الروح بهيئه جسمانيه مثل حمامه. يبقى الكنيسة أو النفس البشرية في حلول روح القدس بتبقى إيه؟ شبهت بالحمامة. العذراء بنقول عليها إيه؟ الحمامة الحسن، لأنها احتوت المسيح. يبقى أول رمز إيه؟ حمام. بعد كده تاني رمز المية. المية هي أساس كل شيء حي. فربنا قال إيه؟ مزمور واحد. يبقى احنا جايين من ورا من عند إيه؟ داود العهد القديم. قال إيه؟ المزمور الاول بايه؟ طوبى للرجل. هنقول ايه؟ يكون كالشجره المرغوثه على مجاري المياه. في مزمور 45 بيقول ايه؟ مجاري المياه تفرح مدينه الله. في ارميا تركوني انا ينبوع المياه الحيه. في المشهد بتاع المسيح وقعد على البير مع السامريه بتقول له اعطيني لاشرب، فالميه اللي هيديها المسيح ايه؟ لا يعطش الى الابد. كان بيتكلم على ايه؟ على نفسه. ده ايه؟ رمز الايه؟ المعموديه، عشان الميه هي ايه؟ ماء الحياه. يبقى اول رمز ايه؟ حمام. تاني مية. تالت زيت. هنبتدي برضو ايه من ورا لقدام. شعب اسرائيل لازم عايزين ملك زي بقيه الامم. لما نيجي نحارب يتقدمنا، عايزين ملك. فجه صموئيل عمل ايه؟ مسح شاول بزيت المسح. وبعد ما شاول ايه؟ لما شاول ابتدى يمشي بعيد عن ربنا ومسح داود ايه؟ وفارقه روح الله. يبقى ده مشهد. يبقى احنا بنستخدم الزيت في ايه؟ مسح انبياء، بتدي له موهبه مؤقته، سواء رساله او سواء رساله معينه او وظيفه. يونان اذهب الى اهل نينوى. طب انا هقاوم شعب؟ لا، انا ارسلك. يبقى روح القدس هيبتدي زي نبوات كل العهد القديم، يبقى بيديله روح معينة، بيتكلم برسالة معينة في وقت معين. ده العهد. لما اجي ارسم كهنة، هارون، دي كل دول ملوك، خيمة الاجتماع، مائدة خبز الوجوه، الهيكل، كل ده عبارة عن ايه؟ مسح، استخدام الزيت. تمام؟ في حزقيال اللي هو ايه؟ دهن المسحة. جينا في العهد الجديد عندنا ايه؟ 10 عذارة والزيت. بنلنكوا اللينك بتاعه ايه؟ 10 عذارة وسر مسحة المرض. يبقى ايه؟ حمامة، مية، زيت. تالت حاجة ايه؟ النار.
هنبتدي برضه من ورا لقدام. العلية كانت ايه؟ كانت نار. لما حسقيال جه السرافيم مسك الجمرة ومس لسانه، دي نار. في العلية يوم الخمسين يوم عيد ميلاد الكنيسة ظهر على شكل ألسنة منقسمة بشبه نار، عشان كده ابتدوا يتكلموا بإيه؟ يتكلموا بألسنة، يعني كل واحد أصبح يجيد لغة ما يعرفش حاجة، وابتدى يتكلم، وابتدى عمل الكنيسة ككنيسة وكبشارة من هذا اليوم، عشان كده بنسميه ايه؟ عيد ميلاد الكنيسة. يبقى كده خدنا أول حاجة حمامة، ايه؟ مية، زيت، نار. ناقص حاجة واحدة بس، ريح. في مظهرين ممكن يظهروا في وقت واحد، زي الايه؟ الانجيل اللي احنا هنقراه دلوقتي. فأعمال الرسل، وصار بغتة من السماء صوت كما هو هبوب ريح عاصف وملأ كل بيت حيث كانوا جالسين، ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، استقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح القدس أن ينطقوا. تمام؟ يوم أحد القيامة بالليل في تأسيس سر الإفخارستية، المسيح قال للتلاميذ اقبلوا الروح القدس، فهو كده اداهم الروح القدس، لكن كعمل الروح القدس ككنيسة ابتدى مع العلية بهبوب ريح وظهور الألسنة كعمل لكنيسة. تمام؟ عشان نبقى ايه؟ عارفين. يبقى كده نفخة الروح القدس، يبقى نفخة الروح القدس ادت النسمة لآدم وابتدت تعمل من نفخة المسيح، وابتدى ايه؟ عشان نبقى عارفين اللي لسه دكتور توني هيكلمنا على نفخة الروح القدس في المعمودية، يبقى دي اكستند للنفخة بتاعت آدم، يبقى هي نسمة الحياة اللي دي. هنبتدي ناخد الموضوع بحاجات احنا بنمارسها من خلال اسرار دكتور توني هيبتدي يقولها. زي ما ختم استاذ جان ان الكنيسه استلمت الروح القدس من فم المسيح نفسه بنفخه الروح القدس يوم القيامه بالليل، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ومن هنا استلم التلاميذ الروح القدس، ابتدى يفعل هذا الروح القدس في تاسيس الكنيسه يوم الخمسين لما حل عليهم مثل السنه نار، كمثل ألسنة نار. احنا بنلمس الروح القدس ده في حياتنا، احنا دلوقتي كمؤمنين، احنا كأولاد الله بنلمسه، بنلمس عمل الروح القدس في حياتنا من خلال الأسرار السبعة، من خلال بره الأسرار دي احنا ما بنلمس عمل الروح القدس. ليه؟ لأن ايه معنى كلمة سر؟ احنا عارفين يعني ايه سر؟ يعني ايه سر كنسي؟ يعني ايه اسرار سبعه؟ ان السر انا بنال نعمه غير منظوره في شكل شيء ملموس او في شكل شيء منظور. بدون عمل الروح القدس في السر اللي هنتكلم فيه في السبع اسرار سريعا، يصبح مجرد السر ده ما هو الا ممارسه فقط، ما فيهوش اي روح، ما فيهوش اي حياه، وما فيش اي فاعليه، تصبح المعموديه بلا اي فاعليه، ما فيش تحويل للخبز والخمر للجسد والدم، يصبح توبه والاعتراف كانه مش سر، ما فيش اي غفران بيتم. عشان كده الروح القدس هو الفاعل في الأسرار، لأن الروح القدس بيأخذ منين؟ من المسيح مطرح ما سلم التلاميذ، وبيدينا إحنا تلاميذ سلموا اللي بعدهم النفخة، والنفخة تسلمت للي بعدهم وبتتسلم للكاهن وبيسلمها لنا من خلال الأسرار، والكاهن نفسه بيستلم النفخة دي في سر الكهنوت وفي سر رسامة الكاهن. أول سر من أسرار الكنيسة سر المعمودية. عمل الروح القدس في المعمودية إيه؟ ايه عمل الروح القدس في المعمودية؟ ايه السر؟ اول حاجة المية. مين قال المية؟ المية ايه اللي بيحصل؟ المية الاول مش فكرة بيعمدوا، بيتم الاول قداس المية او الصلاة على المية، وبتبتدي تتحول المية لمية مقدسة بفعل الروح القدس، تبقى مية معمودية. تاني عمل من اعمال الروح القدس جوه المعمودية هو تحويل هذا المولود لابن لله، تجديد طبيعته ويصبح شخص مسيحي منسوب على اسم المسيح. الفكرة فإن عمل الروح القدس هنا ممتد
من عمل الروح القدس امتى؟ وقت معموديه مين؟ المسيح. وقت المسيح ما كانش محتاج ان هو يتعمد، الا انه اتعمد عشان يصبح هذا العماد امتداد لكل معموديه من المعموديات لحد فينا. المسيح لما طلع من المعموديه الروح القدس نزل، وصوت الاب صوت من السماء قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبالتالي كل واحد مننا بيطلع من المعمودية، سر الروح القدس هنا في ان الروح نفسه بيصرخ اننا اولاد الله. الروح نفسه بولس الرسول قال الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله، وهو ده عمل الروح القدس في المعمودية. الروح يشهد لنا، عشان كده كل شخص خارج من المسيح بولس الرسول يقول انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. يعني كل اللي خارج من المعمودية بقى مين؟ بقى مسيح. الروح والاب يشوفوا مين؟ المسيح اللي طلع من الاردن. يبتدي صوت يصرخ من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وده اول عمل من اعمال الروح القدس في سر المعمودية. بعد كده في سر المعمودية بيحل الروح القدس، الكاهن بيغطس المعمد ثلاث مرات وبيرشم في كل مرة، بيقول له اعمدك باسم الاب، وبيطلع وبينفخ فيه نفخة الروح القدس. وفي الثالثة يقول له اعمدك باسم الروح القدس وبينفخ فيه، يقول له اقبل الروح القدس، ومن هنا بيصبح عضو من اعضاء الكنيسة. بعد كده في سر الميرون 36 رشمة ويقولوا ان السر هو تثبيت الروح القدس. دي المسحة اللي اتكلم عنها استاذ جان، دي المسحة اللي اتكلم عنها يوحنا الرسول في رسالة يوحنا الاولى، ويقول اما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. ويقول كده ان انتم لو خدتوا المسحة مش هتحتاجوا حد يعلمكم، لان من المسحة كما تعلمكم هذه المسحة عينها كل شيء. يعني ايه تعلمكم هذه المسحة؟ وفي دهنة بتعلم؟ لا. لو خدنا بالنا ان في ايه برضو بتقول لما المسيح قال على الروح القدس قال هو يعلمكم كل شيء، كان يقصد مين؟ السيد المسيح، كان يقصد الروح القدس. وهنا بيقول المسحه تعلمكم كل شيء. المقصود بالمسحه هنا اللي اتكلم عنها يوحنا الرسول هي مسحه الروح القدس، اللي هي شكل من اشكال عمل الروح القدس او حلول الروح القدس. ثالث سر هو سر الايه؟ الافخارستيا. سر الافخارستيا وهو السر اسسه المسيح بنفسه امتى؟ يوم خميس بالليل، يوم الخميس الكبير. التلاميذ كانوا قاعدين وفوجئوا بان المسيح مره واحده بعد ما اكلوا الفصح اليهودي لقوا المسيح بيعمل ايه؟ مسك الخبز وعمل ايه؟ كسروا، قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. ولقوا مسك الكاس وشكر وقدس الكاس وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي. ايه اللي عمله المسيح؟ اللي عمله المسيح ان كل كلمه بتخرج من فمه سلطان، لان هو الله. وبالتالي لما يقول هذا هو جسدي أصبح الخبز جسد حقيقي، وأصبحت الكأس أو الخمر دم حقيقي. الخبز والخمر، الجسد والدم اللي تقدموا يوم الخميس هما نفس الجسد والدم اللي تقدموا يوم الجمعة، هما نفس الجسد والدم اللي بتقدموا كل يوم على المذبح. إمتى الروح القدس بيحل على الخبز والخمر ويتحولوا الجسد ودم في القداس؟ بعد سجوده لله بخوف ورعدة. أبونا يقدس التقديسات ويبتدي يذكر اللي المسيح عمله، يقول أخذ وبارك وكسر وشكر وأعطى التلاميذ، ويبتدي ده بداية التأسيس أو بيسموه قداس التأسيس. وبعد كده نبتدي الشعب يقول الاعتراف بموتك يا رب نبشر وبقيامتك، اعتراف بالعمل الخلاصي. ويبتدي أبونا يقول ففيما نحن نصنع ذكرى آلامك، بيبتدي يذكر العمل الخلاصي تمهيدا لأن ده هيبقى جسد ودم هذا الخلاص، جسد ودم الخلاص. يبتدي الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، برهبة برهبة، لأن اللحظة الجاية دي لحظة عمل الروح القدس أو حلول الروح القدس على الأسرار. نبتدي نسجد. أبونا يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا، ما بيقولش أجعله، مش الكاهن اللي بيحول، ولكن هذه الذبيحة وهذا المذبح بيتنقل لحد يوم الخميس بالليل. وده سر الروح القدس، وإن اللي بيحول هذا الخبز والخمر هو المسيح بنفسه اللي أسس السر يوم الخميس، لتصبح الذبيحة دي هي امتداد وهي نفس الذبيحة، مش زي الذبيحة اللي قدمها المسيح، هي نفس الذبيحة اللي تقدمت يوم الخميس وهي نفس الذبيحة اللي تقدمت يوم الجمعة.
بعد كده السر اللي بعده سر التوبة والاعتراف. ويمكن عمل الروح القدس بيبتدي فينا احنا الاول قبل ما بيبتدي في الاعتراف، بيبتدي فينا بالتوبة، عشان كده بقى اسمه سر التوبة والاعتراف، لان الروح القدس بيعمل فينا من خلال كل الحاجات اللي فاتت دي، من خلال المعمودية ومن خلال الافخارستيا، ان الروح القدس يبكتنا على خطايانا. لما تعمل حاجة غلط هتيجي هتلاقي حاجة من جواك تقول لك انا ما كانش ينفع اعمل كده. حتى لو انت بتتعب في توبتك الا انك حاسس انك لازم تتوب، حتى لو انت بتقع برضو كونك حاسس انك بتغلط وانك محتاج تتوب، ده عمل الروح القدس جواك ان هو يجيبك وان هو يخليك تعترف بالخطية، ويبتدي الكاهن يقرأ لك التحليل، وهذه الخطية تتقدم على المذبح عند جسد الرب ودمه عشان خاطر تمحى هذه الخطية. بعد كده سر مسحة المرضى، سر مسحة المرضى، واحنا استلمناه من يعقوب ما قال أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة ويدنوا بزيت فصلاة الإيمان تشفي المريض. مش بس الشفاء الجسدي، ولكن ممكن يكون عمل الروح القدس هنا هو أنه يدي عزاء، يدي صبر، يدي احتمال مع التجربة الصعبة، مع التجربة الصعبة. حد يقول طب ما أبونا صلى عليه ودهنه بالزيت وهو لسه عيان، ومين قال؟ مين قال إن عشان هو لسه عيان الروح لم يعمل؟ لا، الروح بيعمل بالتعزية، الروح بيعمل بأن هو بيديله احتمال للتجربة الصعبة. بعد كده سر الزيجة، ايه عمل الروح القدس في سر الزيجة؟ ايه اللي يفرق السر ده او الجواز عندنا او الزواج عندنا عن الزواج في اي مكان اخر؟ ايه اللي بيفرق؟ ان الاثنين بيبقوا واحد، فيصير الاثنان جسدا واحدا، وده عمل الروح القدس. امتى الروح القدس بيخلي الاثنين واحد في الاكليل؟ ايوه تمام، الروح القدس بيكون موجود وبيحل في طقس الاكليل وقت الانجيل او قبل الاكليل مع لحن حلول الروح القدس اللي شمامسة عارفينه، اللي هو لحن بيه بنظمة، او الروح القدس الذي حل على تلاميذك في يوم في العليق في يوم 50، ده لحن حلول الروح القدس. ويبتدي يعمل الروح القدس من اللحظة دي، من اللحظة دي لما ابونا يقول، طبعا اغلبنا بيبقى في الوقت ده مش مركز، ولكن اللحظة دي اكتر لحظة فيها هيبة في الاكليل، لانها وقت ان الاثنين بيصيروا جسد واحد بفعل الروح القدس. ابونا بيصرخ بصوت عالي ويقول كللهما بالمجد والكرامه ايها الاب، والشعب يقول امين، باركهما ايها الابن الوحيد، والشعب يقول امين. لازم ايمان الشعب على ايه يحل الروح القدس؟ ان احنا بنقول امين على ان الروح فعلا بيصير الاثنان واحدا. عشان كده برضو في القداس ابونا بيقول هذا الخبز يجعله جسد مقدسا له، الشعب بيرد بايمان وبيقول نؤمن او يقول امين. وبعد كده في الإكليل يقول قدسهما أيها الروح القدس، ومن اللحظة دي يصير الإثنان جسدا واحدا. آخر سر من الأسرار وهو سر الكهنوت. من الطبيعي أن الكاهن اللي بيمارس كل الأسرار اللي فاتت دي يكون هو نفسه استلم نفخة الروح القدس اللي استلمها الأسقف من الأسقف اللي قبله من البطرك، واللي استلمها البطرك من المطران، واللي استلمها المطران من البطرك، واللي استلمها البطرك من اللي قبله، لحد النفخة الأصلية اللي المسيح سلمها للتلاميذ يوم القيامة بالليل في العلية وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وهي نفس نفخة الحياة اللي خلق بها آدم، الحياة نفخ في آدم روح الحياة، وهي النفخة اللي المسيح قال لهم اقبلوا الروح القدس. يبتدي بعد الكاهن ما يترسم بعد صلاة الصلح في طقس صيامة الكاهن، الكاهن اللي بيتجهز للرسامة بيتقدم بلبس الصيامة بتاعه وبيجي يقف قدام الأسقف بعد صلاة الصلح قدام الهيكل، ويبتدي الأسقف يقول فلان كاهنا على مذبح كنيسة كذا باسم الآب، والشعب يقول أمين، والابن أمين، والروح القدس أمين. وهنا يحل الروح القدس وينفخ في فمه نفخة الروح القدس، يقول له اقبل الروح القدس، والكاهن يستقبل نفخة الروح القدس عشان يعمل فينا. ويبتدي الكاهن يسلم النفخة دي في خلال أسرار الكنيسة السبعة من خلال عمل الروح القدس اللي تأسس يوم عيد ميلاد الكنيسة. كل سنة وانتم طيبين.